أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. شاركت الفنانة المغربية أسماء المنور متابعيها صورة لها رفقة زميلها الفنان سعد المجرد خلال تواجدهما أمس الخميس بأحد أفخم مطاعم العاصمة الفرنسية باريس. وتجمع بين الفنانين علاقة صداقة قوية، إذ أعربت المنور عنها باللغة الإنجليزية قائلة: الصداقة والحب ليس لهما نهاية. وبدوره أعاد الفنان المغربي سعد المجرد نشر الصورة عبر حسابه الخاص بالإنستغرام معلقا عليها بالقول: السعادة هي أن تكون برفقة صديق قديم وبعد مدة طويلة من الغياب وتشعر بأن لا شيء قد تغير. شكرا لك على هذه المفاجأة الجميلة. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر.